فقلت فيها من أين أبدأ والأشعار تأتيني، فلا أكاد أقول البيت يرضيني، وليس ذلك عن عجز ولا سأم، لكنه البحر لا شطآن تؤويني. إن قلت ما قلت في علم وفي كرم، فليس كل قوافي الشعر تكفيني. 90 عاما وما كلت عزيمته، دأبا وجهدا فيبدو كابن 20. 90 عاما وقول الحق ديدنه، لم يخش في الله طغيان الملاعين. 90 عاما عطاء لا تقوم به عمائم، خلطت دينا بتمويني، ولم يزل بفنون العلم مشتغلا، ولم يزول عن الإتجار بالدين، ولم يزل بطريق الله معتصما، ولم يزال بأعتاب السلاطين. فقيه صدق كأن الله قدره، نورا على الدرب كالغر الميامين. إن قال أنصتت الآفاق أجمعها، يروي المقال ملايين الملايين. في كل شبر بأرض الله منتسب، لفقه يوسف لا فقه المهانين. من ذا يحاصر أفكارا ويحبسها، أو ينزع النور من قلب بسكيني؟ راموا لك الهلك والإذلال فانقلبت سهام عار بأقفاء الفراعين. يبقى لك المجد والعلياء في ثقة، وأسأل الله عقلا للمجانين. لا حول. هذه أنشدتها أمام الشيخ؟ هذه قلتها نعم أمام الشيخ، فرح بها وأنس، لأنه هذه الحقيقة. يعني والله الشيخ مدرسة في فقه التدين، مدرسة في الوسطية. الله يبارك في عمره. نعم، يبارك في عمره، واستفاد منه أناس كثر.